الفروسية التقليدية أمالة سطات توفيق تا هو من المقادم راه معروف تا هو تيجتهد الصعيد الوطني معروف مقدم اللي كيجتهد كل عام كيجتهد بأنه كيوصف بواحد الحاجة للطبوريدة اللي هي كيحاول أنه يبين واحد الطابلو أحسن كل عام كيبدل سميتو ديالو. وتوفيق راه ماشي من السهل راه أنه تا هو من المقادم القدام دابا الحمد لله اللي ولات عندهم خبرة عن دار سلام وعن المعرض بالفراس لأنه شارك فيه عدد ديال المرات. وتوفيق ماشي من السهل تا هو الحمد لله راه شارك العام اللي فات لانه دار دوزيام دابا العام اللي فات انت ربحتيه ربحتي الميدالية الذهبية وتوفيق الناصري مول الفضية هاد السنة هذه من نهار الاثنين وتابعناه هنايا في دار السلام ديما الأحسن الأحسن كان عند أنا غير اللي شفت كان عند توفيق كان عند النصيري كان عند توفيق كان عنده واحد كان كيتبار كانت ما بينه وبين بشير ماهر كانت بيناتهم واحد الوصفة ديال النقاط قريبة ولكن توفيق كان في واحد المستوى شوية نعم أمام توفيق النصيري كما كنقولوا توفيق اللي هو من الحريفية اللي قلت لك حفظ المحراك حفظ بزاف ديال الحوايج نعم ويلقب بالمثقف ديال التبوريضة فعلا توفيق المستوى ديالو الثقافي جيد التبوريضة السنة الماضية فاز بالميدالية الفضية توفيق دابا اش غادي نقول لك السي حسن المستوى طالع والبارود هو اللي غادي يحكم السي حسن حنا نطلبوا الله يسر ليه خصو يقرص خصو كما كنقولوا خصو يضرب الضرب ديال بصح باش انه يحتل على واحد المرتبة بالفعل اللي بالفوقاني الله هي ضربة مستوى قريب السي حسن نعم مستوى قريب هذه انا غنعطيها 9/10 مستوى قريب ما بيهاش لكن لحد الان الاحسن هي ديال ابراهيم الناصري ابراهيم ماهر والزواوي نعم هادو قرصات من القرصات من الضربات اللي تيكونوا تنقولوا حنا مقطوعات قطع حنا السي حسن راه عندنا واحد اللغه ديالنا ديال مولي الخيل راه عندنا واحد الجمهور كيحكم بلا ما يحكم لا حاكم لا حتى شي واحد وي هاد اللغه ديالكم راه هي المحببه عند بالفعل عند هاد المتفرجين اي راه حقيقه دابا كتمشي دابا تجلس وسط الجمهور وتجلس حدا واحد كيكون انهم بلي وسميتو ملي كتقرص هو كيعطيك النتيجه ملي كتكون ضربه هو كيقول لك ضربه توفيق النصيري الله يسر ليه نشوفوا الضربه الثانيه كيفاش غتكون ديال توفيق الميزان الحمد لله كاين طابلو سناحات كل شيء في واحد المستوى زين الخيل كلها دهمه لا رديت البال كاين غير واحد اللي برقي برافو ملاحظه ممتازه هذه ديال البرقي قرصه هذه القرصه احسن مميزه احسن من الاولى احسن من الاولى وتوفيق اللي كيتميز فيه قلت لك هو هذه اللوحه اللي كيبصم انه كيبصم اللوحه ديال لا رديت البال معايا الخيول ديالهم اللي غادا ديزها قدامك واحد بواحد كلها الاغلبيه ديالها دهمه وهو كيحاول انه ينسقها في واحد على هاد الخيول اللي ولات مطلوبه للجميع اللي طلبات لينا دابا باش نشاركوا بها سي حسن ديال هي الارابارب اللي هي خيول كتكون قريبه في العلو ديالها ما كيفوتش واحد متر و56 متر و60 كاع لتحت هذا هو اللي كاين هما الخيول دابا باش راكم توفيق اللي كيعطيوه هما اللي كيعاونوه على الطابلو وكيعطيوه واحد النظره كما كنقولوا النصيري في الضربه ديالته الاولى ديال البارود كانت لا باس بها لكن الثانيه كانت الاحسن الان غننتظروا الضربه او الطلقه ديال البارود الثالثه والاخيره لتوفيق النصيري توفيق النصيري في حقه يتحق التتويج لانه طيله السنه هو كيوجد راسو وكيف كنشوفوه ما كانش عنده شي خسران ف تلقى مزيانه احسن قرصه في هاد الاحصائيات كامله فهاد النهايه نعم لانه قرصه كيف كنقولوا قرصه هي اللي كتبغي للجنة نعم القرصه الثانيه والثالثه الاحسن لتوفيق النصيري القرصه الثالثه احسن من القرصه الثانيه والان شوف اش يدير تيطلب الله باش يسلي باش يكون في البوديوم علاش باش يبقى من ثلاثه الاخرين لانه ماشي بالسهل لما توفيق لا ما كانش مع ثلاثه الاخرين لانه كان في المشاركه ديالته كان في القمه وكفي القمه ونتمنى له التوفيق حتى هو نعم الحظوظ ديالو مع السي ماهر نمشيو الان سربه حلي والمقدم احمد حلي عن جهه دار بيضاء سطات عماله سيدي بن نور وبالنسبه لتوفيق ما غيبقاش فيه الحال لانه هو مقدم معروف ومقدم كبير وسوء الحظ تيبقى ديال البارود لانه واحد الطلقه كانت في واحد شويه
كان واحد الفرق بينه وبين ماهر اللي هو ديال ماهر عنده 67 نقطة فاصلة 70 وتوفيق عنده 66.10، كان واحد الفرق اللي قريب ماشي بزاف، ولكن الحمد لله توفيق راه حتى هو كيبقى. وصيف الأبطال هي صربة توفيق النصيري، جمعية الأصالة الفروسية التقليدية، عمالة سطات، جهة الدار البيضاء سطات. لثاني مرة توفيق النصيري تفوز بالميدالية الفضية، السنة الماضية فاز بالميدالية الفضية بعد ما فاز عزيز الفتحي بالميدالية الذهبية. مبروك أيضا لتوفيق النصيري لتجتهد دورة عن دورة، والميدالية